للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية بجامعة توتنهام. مع استمرار الجائحة دكتور، يعني أوميكرون ما زال بيلقي بظلاله على العالم وفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، الانتشار هو الأوسع الآن في العالم، إذن ما هو الوضع الوبائي؟ أشكر لحضرتك على الاستضافة. الحقيقة أن احنا بنواجه الآن الموجة الأوميكرونية على أعلى مستوى. الجائحة بدأت في أوروبا وانتشرت أكثر في دول أفريقيا وآسيا الآن. الحل كله في هو الفاكسين أو التلقيح الذي تجري على أشد وساق الآن في كل أنحاء العالم إن شاء الله. نعم، إذن الحل في اللقاحات كما ذكرت، جرعات أولى تم أخذها من قبل الكثير في دول العالم، والجرعات الثانية والجرعات الثالثة المعززة. هل من جديد في هذه اللقاحات أو هذه الجرعات من الممكن أن تكون أكثر صلابة في تحمل المتحورات الجديدة؟ الحقيقة الدراسات التي أجريت أثبتت أن إعطاء اللقاحات بجرعة أولى وثانية كافية في الحماية من الأوميكرون الذي أصبح أكثر من 90% من الحالات حاليا، ولكن الجرعة المعززة قد تمنع المرض وحدوثه على الإطلاق. فلذلك احنا ننصح الناس كلها بالاتجاه نحو أخذ التطعيم إن شاء الله. ماذا عن بروتوكولات العلاج إذن؟ العلاجات الموجودة على مستوى العالم تم تغييرات فيها، ولكنها مركزة على استخدام الجرعات من أدوية الجديدة التي تم إخراجها في خلال 6 أشهر الماضية للإعطاء عن طريق الفم مثل دواء فايزر ودواء ميرك، ولكنه لا يعطى إلا للناس الذين أصيبوا بالمرض فعلا. فالوقاية خير من العلاج، والتطعيم يمنع حدوث المرض، وإذا حدث المرض لا قدر الله سيكون أخف بكثير جدا إن شاء الله، ولا يحتاج لي الأدوية المعالجة يعني. نعم، ماذا عن إجراءات الغلق والفتح بالنسبة للحياة اليومية في الدول المختلفة خاصة في أوروبا؟ في أوروبا الدول التي حدث فيها ضغط شديد على الأجهزة الصحية تم الإغلاق فيها بالفعل مثل النمسا وبعض الدول الأخرى، ولكن دولة المملكة المتحدة لم تأخذ هذا القرار بالإغلاق لأن ما زال هناك الأعداد وصلت إلى قمتها وتم التعامل معها، وعدد دخول المستشفيات أقل بكثير مما كان من قبل. في يناير الماضي كان العدد أكثر 3 مرات مما لدينا الآن، وبالتالي فليس هناك أي حجة للإغلاق حاليا، ولكن الدولة تعزز المواطنين بإعطاء جرعة ثالثة لمقاومة هذه العدد. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة والعلوم الحيوية بجامعة توتنهام.